هز مهند مهندس زراعي مش قامش ليمة مش تلامة القامش لي طبعا الهليكية طبعا ما أنا حاضر يا أم حاضر يا بهاري كن وحاضر يا موسما موسمي دارات كن حاضر يا ما شيء إنه أمي أو بري حرتش يا أمي مش تلاق خبرة تبين إيه داري عشق بونة تشلدة ودهافينا قرن بونة تجي أم قشرات كن يا أم دافيجن أو إيه هنك متأذي بن أم داتين طرف كيش بقو مش تل نظامي بو وداري قش شين بن أم ترتيبات أتكن أم جي فالا دينن في سبيل إنه داري نهبين أم بعرضينن إج خلكير طبعا جيجو اساس جيجو ام داري خوجيتين حماي داخله ام جورتين وام ام داخن قامش لي طبعا وبس بشكل عام انا التلبيدر ام مركزك نهجيت كن ام داري مشت لي بشو كانينا وام الور اكسار دكن بحيث انه صالك بصالي ده ان شاء الله من اعتمادي سر حما جيت كن ام اكتفاء خوازاتي منطقه خوبل أنا موعد الزراعة الأنسب إنه مهاد دوادية طبعاً باعتبار إنه مقبل صار تغيرات مناخي يعني أم نما تشلا دأخري هافين دريج دبي يعني بشكل عام أمي جو براقبين أو بخا الصلاوينا د بازدم هاد بازدم ها ددوادم مرود دست بزراعته بك هي بس باعتبار إنه أنا تشلجي أخري وظروف مناخي تحكمي ما تكن يعني أنا نباتات هنت قشا يد جو مجرد إنه قشا الوابخي تشنابي مرو وابتشيني بالا خلكيش دارار يعني انفتاح بنصر في موضوعي وخاصة دواسة في سي شار صال خلق كل كيجي مزارعة شي تكون ومد أفقي إج مزارعة رشيب وافتشتك ناحياك إيجابي يعني منظرك حضاري ددي منطقي جي وشينكاي بي بيتركي وكم ياك سجيني جي وموكود بي مكافحة تلوث جي يعني تلوث جي كيم دك الباما طبعا نصيحة أساسي إيقو أمددن خلقي إنه نمو هم إنه تدارا باش ببي وتتيخي مزرعة خده اهتمام أهم جزيرة